السلام عليكم، أنا محمد مكسي من هنا في تانية كلية تجارة. سمعت عن التدريب ده من واحد صاحبي وقال لي إن هو تبع صوتي شباب وحاجات زي كده، وقال لي هتستفاد منه. أول ما جيت هنا عرفت ناس جديدة أولا، وبعد كده استفدت من إزاي فكرة المناظرة تتعمل إزاي، والأساسيات بتاعة بناء الحجة، إن أنا أعرف إزاي أقنع اللي قدامي بدلائل وحاجات موثوقة يقدر من خلالها هو يا إما ينقد رأيي بشكل موضوعي ويبقى في حوار بناء بينا، يا إما ما يعترف إن هو ورأيي صح ويقتنع بيه. وهو ده أكتر حاجة يعتبر استفدتها، غير إن أنا المعارف الجديدة اللي اتعرفت عليهم والصداقات اللي كونتها.